Bundan başka Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya ve G7 ülkelerinin... Liam Strato. اخي ابو محمد اليوم صراحه نورت القهوه الله يسلمك هذه ابو محمد ابو احمد وياك حاول تقول له شيء شعورك صراحه تقول لك شيء ان شاء الله عندك انا حليوه صراحه اي حليوه اقول له حصلت لك زيت من الصبح وايد 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 يقول لا يا حبوب مسالم وانا كسول زين في النهايه اي كانت كسول حلوه ذي لا معك منه يريد تعوري على كل من هناك عبر الشارع انا ما ادري الحين محل كويس ها يوم قلت لك لا جدا انا كراسي وايد مريحه بعد قاعد حصلت ظهري كرسي ظهري ها حتى ما حصل بايزك بايزك هاي في النهايه نقول في انفاسك انفاسك ان شاء الله جميعا ان شاء الله هاي صباح ثاني يوم في طرابزون علي موسى جاء اليوم وايد مشفق صراحة دافي كلش ودافي ما اعترف تهديل استخدمه ايه شو يقول سلامي تغيرت الجو وانت ما تقدر تحسب له ايه عالي على الجو انت تحس بالبر؟ انا اجيب لك لابس فانيلا لا ابو مرقبه لابس كف عليه يعني صار يبدا اصبر على امل انه فوق سبب الاحتمال شيء يعني هم مال صغيري يلا مشي العزة وهذه فندقنا تعيس الخير ابو سلطان صباحك الله بالخير هذه يوم ثاني يوم اللي في طرابزون تبي تضيف تقول شيء القعده هاي الحلوه نقول لهم شباب اليوم احنا طبعا انا شو اسمه عندي اجازه مرضيه تقليد اليوم انت اجازه مرضيه فما بداوم وياكم في الباص انا بروح يعني شلون؟ انا بروح زين سبب هذه اجازه مرضيه حلمت في الحقيره محتقر وسبب لي حاله نفسيه وانا الان لازم اريح انت الحين محبط محبط من الحلم من الحلم هذا هو صراحه ظهرني يعني طلبت اليوم لا موسى هاي موسى موسى ايمرات موسى ايمرات لا علي موسى عبد الرحمن انت شنو نيم شنو محمد هاي علي موسى في هالجو ما تلقاه بعد يشوفوا هاي نضيف شو اللي بين حكيم وصال اليوم كمل الميت تقريبا عبد الجبار ياسيهم حماقه خلون الاقراف اللي الغرفه اللي يمنا واللي يمكم ما حد يدش فيها صار خاتم ذي اديت عليه يا جماعه ان شاء الله راح نبلش اليوم برحله زيجان اول محطه اللي هي ماجيرا بارك راح نروح احنا على منطقه اسمها منطقه ماتشكا حلو هي بقلب مدينه طرابزون منطقه ماتشكا معروفه بخضارها شبال الخضراء معروفه بالانهار تبعها منطقه كثير خصبه يعني قريبه لريف اللي احنا امبارح هلا رايحين اول شيء للماجيرا بارك اللي هي مطل على جبال ماتشكا وعلى نهر ماتشكا طبعا هي مثل مدينه العاب مصغره كمان صايره غير انه فيها تراس تقعدوا فوق تشربوا شاي اللي بحب يشرب قهوه في قهوه تركيه هني طبعا رحلتنا اليوم من اول لاخره مشهوره بالسدلاش كل المنطقه بتلاقوها طبعا المنبع تبعه هو همسيكوي بس اليوم وين ما بنروح بتلاقوا سدلاش كلياته طبعا فيها اعداد بتطلع على النهر وبتطلع على الجبال وفيها مثل مدينه العاب مصغره فيها زبلاين فيها قفز حر مرجوحه يلي بحب مثلا يشارك بالقصص هي ان شاء الله حنقعد هناك 3-4 ساعات تمام نقضي هناك وقت على المطل بعد منها حننطلق للمطل الزجاجي اللي هو مطل على جبال زيجانو
وعلى بحيرة سيقالة. رح تشوف المطار شلون كلياته شفاف حيكون. طبعا في دخولية عليها، حتكون دخولية بلدية قريب ل 10 ليرات على الشخص يعني. من كمان بنقضي هناك باذن الله شغلتين ربع الساعة. كمان اللي بيحب يصلي هناك في مسجد في جامع. بس كمان شغل انه عليها ديروا بالكم هيك على اغراضكم، يعني ما في شيء كله امان. بس يعني قبل فترة واحد نسي موبايله بالمصلى معلقه، يعني ما راح يترك مثلا موبايله وينسى، يعني اغراضكم دائما منكم شلتايه يد كمان، يعني الشغلات هاي اللي بتنتثر بسرعه خليكم محافظين عليها، هي اهم شيء. بعد منا ان شاء الله بعد ما نخلص من مطار الزجاجي حنروح على مطعم زيتاشي اللي هو مطعم على هضبه زيقانة، وباذن الله بما انه اليوم الجو هون بارد شوي فهنيك حيكون ابرد، حيكون الغيم نازل، حيكون اطلاله المطعم وعلى الغيم. بعد منا ان شاء الله حنروح احنا على قريه هنسيكوي، حنطلع هنيك لتراس عالي حاخذكم عليه ونطل على كامل هنسيكوي. طبعا هنسيكوي هي قريه صغيره يعني ما انه فيها سوق مثل زنقول تفكروا فيها، هي عباره عن مطل يعني قريه كثير شعبيه وبسيطه. نطلع لفوق على التراس كمان تاكلوا هنيك ستلاوس، في المشروبات كمان التركيه، فيني كوش برنو قلت لكم عليه تمام. بتجربون بتشوفوا المطار بتتصوروا بتتفتلوا شوي، يعني حنقضيني كمان ساعة بإذن الله ساعة وشوي، وبعد منها إن شاء الله بنرجع على طرابزون. اليوم بس نرجع على طرابزون، إذا بتحبوا نحن رح نكون قريبين من الفورد، يعني حنرجع نحن بحدود اليوم الساعة 4:30 5، حنرجع بكير، فإذا بتحبوا اليوم ننزلكم عند الفومي اللي بيحب مثلا يتسوق أو يعني أي شيء مثلا بيقضي، وما بيحب نحن رايحين دغري على الأوتيل يعني بإذن الله. أي حد عنده استفسار؟ عزيز لا اللي بيروحون أمس كانوا نزول اليوم ما بده يروح اليوم مع ان اليوم والله يعني رحله رائعه يعني خاصه همسيكوي يعني ما بتتفوت همسيكوي يعني كمطل كخضار كهضبه ما بتتفوت يعني بس حلوه يعني اذا بتروح لك اليوم ما بتملها شوفتي كفايه يعني الله يسلمك يعني همسيكوي حلوه اهم شيء هو غزاله وبكره مثل ما اتفقنا بكره جولة المدينة وحنعمل جولة بحر باذن الله على الساعة 4 اوكي خاتمي المشكلة اليوم باذن الله على بكره حيكون عندنا مشكلة هنا بس هلا بالشباب هني شيخ الشباب قاعد هلا هلا شو قاعد انت شو قاعد انت بس شو ما تسوي نفس السينما ولا بس عوايد هلا 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 علي موسى بعد احنا انطرناك عشان نريح تصعيده فوق شو هاي دور ولا كان فوق في القلب دور فوق اي بعد ما قلت هاي دور في القلب بعد ما في نهار تحت شو زهق له ولا اقول لك ايه شو زهق له Thank you.
وين هذوني جاي؟ وين ماشية؟ في الغابة. هاي طلالة، طلالة جميلة. هاي مطلة. مطلة مطلة. وهذاك محل العسل خليلي منه الذكر. هلا ابو احمد. وين انت وقفني يوسف؟ هايين بقول بس كان في غيوم. صدق والله؟ هذاك صورت خالد هني. سجل الصوت الاذان ها؟ هلا ابو عبد الله، هلا حيا حيا الله. هذه من من الشباب. ابو عبد الله ما كنت تقول لي كلمتين يا اخو، كنت وين الحين؟ والله ما ادري ايش يقول هو، انساها. انسى اسم الديار. عطنا اي شيء يا اخي. تركيا. احنا في تركيا ها؟ عبالي انا والله في الخبر. لا لا تركيا. متأكد ها؟ شوي. متأكد يعني متأكد انت؟ متأكد. بس. عن حياتك الفنية. انور العنزي. بوووه هاي يوسف. انور العنزي. انور العنزي. عاد انه ما يجي الاسم الاول. شفت ابو قملة. لازم ارد لابوي، بس المشكله مو ابوي اللي سماني، عمي اللي سماني. شلون ارد له ماني عارف. عطاني ابوك صوره مع 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 الشباب. اي والله مع الشباب. اجي عبد الله شوي، عدي نظره عبد الله نظره. الحين هاي اخونا انور بن العنزي من السعوديه. توكل على الله. من شمال السعوديه. شمال السعوديه. صورنا على الرياض. يا الله. ايش خليت؟ هذا اخونا امس لفيني اغنيه، اجمل اغنيه سمعتها. يا ابن عريس. اول مره اسمع عدها؟ اجمل اغنيه سمعتها. حبيبي انت يا اخو، انت حبيبي. اوكي خلكم خلكم اوكي بس. انا الحين في طلالات هانز كوي استراحة لمدة 10 دقائق بس حق التصوير. في راسه غير نفس من عقب السيارة. عبد الجبار في حيوان كبير جاي جاي تروح الصورة. لا خليك اني على الطلالة الجميلة. حيوان كبير على شباب. حيوان كبير. ايوه. وهذه اقدم نفق. عطى واحدة. صور حيوان. عطى واحدة. نزل على الحجر. ذبح حجر. وين رحت؟ تجددنا وصلينا. انت تقول لي على يدين من البحرين؟ بس جدت. صوت جديد يعني؟ ايه. Thank you.
المطر الزجاجي. احنا في المطر الزجاجي الحين نمشي خلاص. يعني مكان شايفينه ومتكرر علينا. مكان مشمس، أول مرة نجي المكان دي يكون مشمس. وين بيروحون؟ وين بيروحون؟ بيروح يصلي. أقول له صلي بيصلي ويانا بيجا راح رابحي زي عبد الرحمن يوسف والجماعة كم يروح الباص؟ راح الباص؟ لا الباص أنا أخذ الباص. الله